مشاهدينا اهلا بكم الى اخبار عمان من مركز الاخبار بتلفزيون سلطنه عمان. مرحبا بكم وفي ابرز العناوين. بتكليف سامٍ سمو السيد اسعد بن طارق ال سعيد يتوجه الى المملكه العربيه السعوديه الشقيقه لحضور المهرجان السنوي لسباق الهجن. افتتاح 109 كيلومترات من طريق سناوم حوت الدقم امام الحركه المروريه. اكتشافات أثرية في جبل المضمار بولاية أدم تعود إلى الألف الأول قبل الميلاد. بكم. بناء على التكليف السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، غادر البلاد ظهر اليوم صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد متوجها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة لحضور المهرجان السنوي لسباق الهجن المزمع إقامته في مدينة الرياض. وكان في وداع سموه لدى مغادرته البلاد معالي الشيخ عبد الله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة، ومعالي الشيخ سعد بن محمد المرضوف السعدي وزير الشؤون الرياضية، وسعادة سيف بن محمد العبري أمين عام مكتب ممثل جلالة السلطان، وسعادة السفير عيد بن محمد الثقفي سفير المملكة العربية السعودية المعتمد لدى السلطنة. ويرافق سموه خلال الزيارة سعادة السفير السيد الدكتور أحمد بن هلال البوسعيدي سفير السلطنة المعتمد لدى المملكة العربية السعودية، وسعادة خليفة بن حمد البادي مستشار بمكتب ممثل جلالة السلطان، وسعادة سيف بن أحمد الصوافي مستشار بمكتب ممثل جلالة السلطان، والشيخ سعيد بن سعود الغفيلي رئيس الاتحاد العماني لسباقات الهجن. شاركت السلطنة في الاجتماع الوزاري للدورة الرابعة لمنتدى التعاون العربي الروسي الذي عقد اليوم في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة أبو ظبي. ترأس الوفد معالي يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، وأدان المنتدى في ختام أعماله الإرهاب بكافة أشكاله، مشددا على ضرورة مواجهته بكل الوسائل بطريقة حاسمة وموحدة. كما أكد المنتدى على ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها، داعيا جميع الأطراف إلى تثبيت وقف إطلاق النار وتوفير المساعدات الإنسانية في سوريا. بطول 109 كيلومترات افتتحت وزارة النقل والاتصالات اليوم 60% من طريق سناوم حوت الدقم أمام الحركة المرورية. الطريق سيسهم في تنشيط الجوانب الاقتصادية والسياحية والاجتماعية، كونه يربط المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بمحافظات شمال الشرقية والداخلية وكذلك العاصمة مسقط. 60% من طول الطريق البالغ 181 كيلومتر افتتحت أمام الحركة المرورية، وأصبح الطريق سالكاً لمشروع سناوم حوت الدقم الذي تنفذه وزارة النقل والاتصالات، حيث افتتحت 109 كيلومترات من هذا الطريق. هذا يعني الافتتاح يعتبر طريق رئيسي ومهم اقتصاديا واجتماعيا كذلك. الطريق إن شاء الله راح يخدم العديد من القرى والمدن في محافظة الوسطى وأيضا جزء من محافظة الشرقية الشمال. الطريق مهم جدا لإن شاء الله الحركة التجارية التي المتزايدة على المنطقة الاقتصادية بالدقم. رعي في تصميم الطريق أن تكون الحارات واسعة نوعا ما، وأيضا الطبقات الأسفلتية تكون مواكبة لحركة الشاحنات اللي موجودة على الطريق. كذلك وحسب السياسة التي تستخدمها الآن الوزارة في إنشاء الطرق المهمة بأن تلتف على المدن الرئيسية، فأيضا الطريق يراعي هذه النقطة بالخروج عن ازدحام المدن. كما ترى ما شاء الله أن المواصفات على أعلى المواصفات، والأهالي في فرحة كبيرة جدا بهذا المشروع، وطبعا سيؤدي دوره في التواصل الاجتماعي
وكذلك بالنسبة للتجاري في نفس الوقت. يربط الطريق الجديد المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بمحافظات شمال الشرقية والداخلية ومحافظة مسقط، وسيعمل على ربط البلدات والقرى والمناطق الواقعة على مساره. وطريق عابر من يابد سناو باتجاه الدخم، ويخدم نسبة كبيرة من المواطنين القرى الواقعة على هذه الطريق في ولاية المضيبي، كما أنه يعني يسهل الحركة التجارية وحركة النقل البري ما بين محافظة شمال الشرقية ومحافظة الوسطى باتجاه ولاية الدخم. حقيقة الطريق ممتاز من حيث مواصفات السلامة، ممتاز من حيث يعني الانسيابية فيه، تقدر تشوف إلى مسافات أبعد في ناحية الوسع والأكتاف اللي موجودة فيه، فحقيقة السائق يحس بنوعا ما من الأريحية في القيادة في مثل هذه الطرق. يتضمن المشروع إنشاء 7 دوارات وعبارة صندوقية تصل إلى 200 عبارة، كما روعية في تصميم الطريق أعلى درجات السلامة والأمان لمستخدميه. الطريق الجديد سيعمل على تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية والتجارية، إلى جانب اختصار المسافات والتواصل الاجتماعي والأسري. محمد بن سعيد العلوي من نيابة سناوة بولاية المضيبي محافظة شمال الشرقية. كشفت التنقيبات والحفريات الأثرية في موقع المضمار الأثري بولاية أدم في محافظة الداخلية عن أسلحة تعود للألفية الأولى قبل الميلاد. الحفريات التي تنفذها وزارة التراث والثقافة بالتعاون مع بعثة فرنسية من جامعة السوربون أكدت أن الأسلحة المكتشفة بالموقع تعد من أندر الاكتشافات الحديثة في السلطنة. على سفح جبل المضمار في ولاية أدم في محافظة الداخلية، لا زال العمل جاريا لسبر أغوار واحد من أهم وأندر الاكتشافات الأثرية الحديثة على مستوى السلطنة. فالاكتشاف عبارة عن موقع ضم كنزا من الأسلحة التي استخدمت قبل نحو 2600 عام، ما يعطي دلالة تاريخية أخرى على عمق الحضارة العمانية. في الموسم الثالث حقيقة هناك غزارة في المكتشفات الأثرية، معثورات بحجم كبير، معثورات منوعة ومختلفة، رؤوس سهام بكميات كبيرة فاقت 200 قطعة، أفاعي من البرونز أيضا بأشكال مختلفة، قطع فخارية عليها رسومات أيضا أفاعي أو رسومات مختلفة أشكال مختلفة، نحاول من خلالها تجميع معطيات لتحليل ودراسة الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي للموقع، موقع المضمار أو ما حوله من مواقع. الموقع الأثري في تكوينه يشمل مجمعا من 4 مبان معزولة في الصحراء، وهو موقع استراتيجي واقع على طريق وادي حلفين. كما أشرت، نحن في مكان مميز بالقرب من الجبل والوادي، لكن ليس هناك سكان في محيط الموقع، وهو تقاطع طرق محاذي لوادي حلفين، ويبدو أنه موقع التقاء القوافل والرحلات بين أدم وسناو وغيرها من المدن. وزارة التراث والثقافة وبالتنسيق مع بعثة فرنسية من جامعة السوربون تبذل جهودا منذ نحو 6 أعوام لإجراء المسوحات والحفريات الأثرية للموقع. بدأنا الحفريات في المبنى الأول، وهو مبنى ومكتشف أثري كبير، ثم انتقلنا إلى المبنى الأصغر، وخلال هذا العام كشفنا عن موقع ثالث وفيه الكثير من اللقى والمكتشفات الأثرية، وأنه مكان جميل وأنا سعيدة بالعمل هنا. الأعمال الجارية حاليا تهدف إلى المحافظة على ملامح المبنى الذي يتكون من 3 أجزاء وإجراء المزيد من الدراسات والبحوث حوله. يوجد لدينا مجموعة من الشباب العمانيين لديهم الخبرة في التعامل مع المباني القديمة، ويقوم حاليا بالمحافظة وعمل طبقة عازلة حتى لا يندثر هذا الموقع من على حسب ما تم العثور عليه أثناء الحفرية، وحتى يبقى شاهدا للأجيال القادمة. هذا وسيشهد موقع جبل المضمار الأثري خلال المرحلة القادمة مزيدا من أعمال التنقيب والحفريات للكشف عن المزيد من الأسرار الدفينة التي يحويها.
سعيد بن ذيب الهنائي، محافظة الداخلية، ولاية أدم. وللحديث أكثر عن هذا الاكتشاف الأثري ينضم إلينا عبر الهاتف سلطان بن سيف البكري، المدير العام والمساعد الأثر بوزارة التراث والثقافة. بعد الترحيب بك أستاذ سلطان، حدثنا عن أهمية هذا الاكتشاف ودلالاته التاريخية. شكرا أختي حنيفة، وشكرا على التلفزيون العماني التغطية الإعلامية للاكتشافات الأثرية، وهذه التنقيبات هي إضافة جديدة للاكتشافات الأثرية التي تم تغطيتها قبل سابقا في ينقل وفي عبري وفي مواقع أخرى في دبا. هذا الموقع واحد من أهم المواقع الأثرية، وإضافة هو إضافة للتاريخ العماني خاصة للحقبة التي سبقت الإسلام، حيث أن العمانيين يجهلون للحضارات التي قامت قبل الإسلام. هناك فقط سرد تاريخي أو رواية تاريخية تعريها الصحة أو عدم المصداقية في بعضها. أما الاكتشافات الأثرية فهي دليل أثري دامغ للحضارة العمانية الذي امتدت جذورها لآلاف السنين. حقيقة الاكتشاف يعود للألفية الأولى، هو عصر الثورة الزراعية في عمان مع بداية الأفلاج وازدهار التجارة. هذه الفترة حدث تحول من تصدير النحاس الذي كان مزدهرا في الألفية الثالثة واضمحل في مع بداية الألفية الأولى والذي يعوض عنها بازدهار باستخدام الأفلاج وازدهار الزراعة. نعم. وكذلك ازدهرت معها التجارة. نعم أستاذ سلطان، ما الذي نفهمه من وجود أسلحة قديمة في الموقع، وما هي نوعية وطبيعة هذه الأسلحة؟ هذه الأسلحة عبارة هو الموقع عبارة عن مجمع يجتمع فيه أو مجمع واقع على مسار الطرق التجارية، يجتمع فيه الناس مكان والتقاء السكان المارين أو مكان يبدو أنه مكان مهم، وكان يقدم فيه الهدايا. أغلب المكتشفات عبارة عن الخناجر أو الأسهم أو الأكنة التي تمت حصولها أو الأقواس التي عثر عليها، بالإضافة إلى الأفاعي البرونزية التي عثر عليها، هي عبارة عن هدايا تقدم في هذا المكان وكانت توضع على جدران المبنى. نعم. إذن يبدو أن المكان كان استخدم بدأ استخدامه من 900 قبل الميلاد واستمر إلى 600 قبل الميلاد، مع وجود أدلة أخرى إلى أثرية تعود إلى 200 قبل الميلاد، حيث عثر على عملات من الدولة الإغريقية من عهد الإسكندر. نعم. في هذا الموقع. نعم. إذن هل يمكن الاستدلال من خلال هذه المكتشفات عن وجود حضاري وسكاني بالمنطقة؟ هناك امتداد حضاري ممتد من سلوت حتى سناو، حيث أن المكتشفات الآثار الشواهد الأثرية ممتدة على طول المسار الطرق التجارية. يبدو أن هناك استيطان مستمر على طول المسار الطرق التجارية. نعم. الأستاذ سلطان بن سيف البكري، المدير العام المساعد الآثار بوزارة التراث والثقافة، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات. اختتمت وزارة البيئة وشؤون المناخية تمرين النورس 2017 الذي يحاكي حدوث عملية تسرب نفطي بميناء الفحل. التمرين شاركت فيه وحدات مختلفة بهدف تقييم استجابتها لمواجهة كوارث بحرية في المياه العمانية التي تعتبر معبرا هاما لتجارة النفط الدولية. تمرين النورس 2017 ركز على مواجهة التسربات النفطية في المياه العمانية، ليكون هدفه التعامل بطرق حديثة في الحد من خطورة هذه الملوثات على النظام البيئي. والتمرين مضى بمثل ما كان مخطط له، ولا بد أن تكون من وقت إلى آخر يكون هناك في بعض الأمور، لكن الحمد لله بشكل عام نحن راضون عن التمرين. توحدت الجهود العسكرية والمدنية والخاصة في مواجهة التسرب النفطي الافتراضي والذي شاركت فيه تلك الجهات، كل حسب دوره في مواجهة الكارثة. فور تلقي شرطة عمان السلطاني ممثلة في الإدارة العامة للعمليات بلاغ التلوث الزيتي، تم إصدار توجيه عمليات إلى كافة التشكيلات المعنية بإدارة أو بمساندة الحدث هذا، كانت على استعداد لتقديم الدعم والإسناد لوزارة البيئة وشؤون المناخية لإدارة هذا الحدث. تستمر في اليوم الثاني وما بعده
عمليات التقييم والتي ستتواصل للفترات القادمة لقياس التأثيرات على البيئة البحرية حسب ما تم ذكره في المؤتمر الصحفي الذي أجري لتقييم التمرين النورس 2017. تخللته مداخلات ومناقشات الصحفيين والذي حضره مقيمون من منظمات تعنى بهذا النوع من الكوارث. كما كانت الدولة مستعدة لمثل هذه الخطط حقيقة أن يكون هناك تكامل ما بين الخطة المحلية للشركة ثم الخطة الوطنية ثم الخطة الإقليمية لتشمل جميع الدول. هذا حقيقة يبشر الخير أنه حقيقة أنه فيه استعداد من كافة الجهات واستجابة سريعة. وتستمر الجهود المشتركة من عديد الجهات في تأمين سلامة المياه البحرية العمانية من تعرضها لكوارث بيئية تضر بالإنسان والبيئة البحرية. تمرين النورس 2017 يأتي تقييماً للجهود المشتركة في مواجهة كوارث بحرية محتملة تتعرض لها المياه العمانية. من وزارة البيئة والشؤون المناخية، يعقوب بن يوسف البلوشي. فترتنا الإخبارية مستمرة من تلفزيون سلطنة عمان وتتابعون فيها بعد الفاصل. مشاركة أهلية واسعة بسوق فدان مفتوح للمنتجات المحلية. استعراض مجالات التعاون العسكري بين السلطنة واليابان أبرز محاور استقبال معالي السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع للفريق أول بحري كاتسوتشي كوانو رئيس الأركان المشتركة وقوات الدفاع الذاتية اليابانية الذي يزور السلطنة حاليا. كما تم خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك. تبادل وجهات النظر في مجالات التعاون العسكري القائم بين دول مجلس التعاون الخليجي محاور ناقشها معالي السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع اليوم لدى استقباله بمعسكر بيت الفلل سعادة اللواء الركن خليفة بن حميد الكعبي الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما تم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون العسكري القائم بين دول المجلس وسبل تعزيزها. بحث عدد من الأمور ذات الاهتمام العسكري المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي كان محور مباحثات الفريق الركن أحمد بن حارث بن ناصر النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة مع سعادة اللواء الركن خليفة بن حميد الكعبي الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. احتفلت الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف بافتتاح مركز للدفاع المدني في ولاية جعلان بني بوعلي. وتم تجهيز المبنى الجديد بمعدات متقدمة في مجالات الإطفاء والبحث والإنقاذ والإسعاف الأولي. حفل افتتاح مركز الدفاع المدني والإسعاف بولاية جعلان بني بوعلي يأتي حرصا من الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف على تقريب خدماتها من المجتمع ومواكبة التطور وتزايد النمو السكاني والعمراني الذي تشهده الولاية، حيث يعد هذا المركز بمكوناته الحديثة والمتطورة أحد أهم دعائم الحماية المدنية التي تقدمها الهيئة. طبعا الواحد يفتخر بعد هذه الجولة أن يرى هذه المعدات الحديثة جدا حقيقة والتخصصية أيضا، وأعتقد أنه أصبح ما الآن
نظام الدفاع المدني هو أكثر تخصص، أكثر جودة، أكثر دقة في التعاطي مع الحوادث، سواء في البر أو في البحر أو في الجبال. وبالتالي ما شاهدناه اليوم الحقيقة يدعو إلى الفخر من هذه المعدات المتطورة جدا. ولاية جعلان بني أبو علي أيضا نتكلم يعني أيضا عندها شواطئ وفيها أيضا منشآت صناعية وسكنية كثيرة وحركة عمرانية كبيرة في المنطقة، وبالتالي بالتأكيد هذه تحتاج إلى خدمات الدفاع المدني. المركز تم تزويده بمركبة للإطفاء وناقلة للمياه بسعة 5000 جالون ومركبة متعددة الأغراض لتقديم خدمات الإطفاء والإنقاذ السريع في الحوادث وأجهزة أخرى لتقديم خدمات الإنقاذ المائي. كما تم تزويد المركز بمركبتين لتقديم خدمات الإسعاف المتقدم لمصابي الحوادث. العناية المتقدمة اللي نقدمها نحن في مركبة الإسعاف، أول شيء نشيل المصاب من الموقع الحادث لمركبة الإسعاف، كذلك مركبة الإسعاف هذه العناية المتقدمة معناها أن أنا أسيطر على النزيف اللي قد يكون الحارس للمصاب هذا، كذلك سيطر على مقدار التنفس إذا كان الشخص ما يتنفس عن طريق التنفس الاصطناعي، كذلك عن طريق المحاليل الوريدية للسيطرة على يعني تعويض المحاليل اللي فاقدينها المصاب، الدماء مثلا اللي فاقدينها المصاب، كذلك التعامل مع الكسور، العناية بالكسور، كيفية العناية بالكسور أنها ما تتفاقم، كذلك نفس الشيء، القلب كذلك نفس الشيء، نحن عادة نستعقل بالصعق الكهربائي في حالة أن المصاب هذا محتاج للصعق الكهربائي. هذا كما يضم المركز أيضا قسما للوقاية من أخطار الحريق وإصدار التصاريح المبدئية والنهائية لمختلف المنشآت. أصبحت الآن المشاريع بعض المشاريع الحيوية وخاصة الصناعية والتجارية منها مرتبطة بالتصاريح للوقاية من الحرائق وغيرها. فكان في بداية الأمر الموضوع يتطلب الذهاب إلى محافظة صور ثم إلى ولاية جعلان بني أبو علي، ولا فرق بين هذه المنطقتين، ولكن الإنسان في بعض الأحيان يرى دائما أن يكون القرب أهم له وعشان ينجز عمله بكل سهولة. هذه الأجهزة والمعدات المتطورة والمتقدمة لتقديم خدمات الإطفاء والبحث والإنقاذ والإسعاف والوقاية من أخطار الحريق ستعمل على تعزيز الحماية المدنية المقدمة للولاية. النقيب حمد بن هاشم القريني، ولاية جعلان بني أبو علي. للمساهمة في تطوير الرعاية الصحية في السلطنة استعرض معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة عددا من المشاريع والمبادرات المميزة كمشروع مسعف في مدرستي والذي يهدف لنشر الوعي للتعامل مع الأزمات الطارئة، كما استعرض معاليه مشروع برنامج مساعدة العائلة للتنفس الصناعي في المنزل للتقليل من المكوث في المستشفى، إلى جانب سياسة تقليل مخاطر الأشعة في كل مستشفيات السلطنة بالتعاون مع منظمة دولية. ارتفع سعر نفط عمان اليوم 54 سنتا ليبلغ بذلك 53 دولارا و80 سنتا للبرميل تسليم شهر ابريل القادم. الجدير بالذكر ان معدل سعر النفط العماني تسليم شهر فبراير الجاري بلغ 52 دولارا و72 سنتا للبرميل، مرتفعا بمقدار 8 دولارات امريكية و18 سنتا مقارنة بسعر تسليم شهر يناير الماضي. مليونان ومائة وستة وثمانون ألف ريال عماني أسندتها لجنة المناقصات الداخلية بوزارة الإسكان لاستكمال مشروع بناء 60 وحدة سكنية بولاية صحار. وخلال اجتماع اللجنة تم إسناد مناقصة بتوصيل خدمة الكهرباء لمشروع إنشاء 80 وحدة سكنية بولاية السويق المرحلة الأولى بمبلغ إجمالي قدره 38 ألف ريال عماني، إضافة إلى المناقصة المتعلقة بتوصيل خدمة الكهرباء لمشروع إنشاء 50 وحدة سكنية بولاية السويق المرحلة الثانية بمبلغ إجمالي قدره 22,804 ريالات عمانية. 35 رحلة أسبوعية إضافية للطيران العماني إلى الهند اعتبارا من الشهر الجاري، أعلن ذلك الناقل الوطني للسلطنة موضحا أنه قرر زيادة عدد رحلاته الأسبوعية إلى وجهاته الهندية ل 11 إلى 161 رحلة، وذلك في إطار سعيه لتوسيع شبكته المتنامية وتلبية للطلب المتزايد على الرحلات المتوجهة إلى شبه القارة الهندية.
وتتضمن خطة توسيع تسيير 21 رحلة على مدار الأسبوع إلى كل من مومباي ونيودلهي وكاليكوت وحيدراباد، وتسيير 14 رحلة أسبوعية إلى لكناو. لنشر ثقافة التبرع بالدم، نظمت كلية التمريض بجامعة السلطان قابوس مسابقة تحمل اسم دوري الكليات للتبرع بالدم. الدوري وفي نسخته الثانية تتنافس من خلاله كليات الجامعة على تجميع أكبر شريحة من المتبرعين بالدم. هؤلاء الحضور دفعهم الجانب الإنساني للحضور هنا، حيث جاءوا من مختلف محافظات وولايات السلطنة لمشاركة إخوانهم طلبة كليات جامعة السلطان قابوس في مسابقة تحمل اسم دوري الكليات للتبرع بالدم. حملة التبرع بالدم في جامعة السلطان قابوس تهدف إلى تنمية روح العطاء وروح المبادرة لدى الطلبة في جامعة السلطان قابوس، وأيضا تضرب مثالا للمؤسسات الأخرى من أجل تنمية روح العطاء لدى فئة الشباب في السلطنة. الدوري وفي نسخته الأولى حقق أرقاما تصاعدية في أعداد المتبرعين، حيث كشف بنك الدم عن ارتفاع عدد المتبرعين في شهر مارس وإبريل من عام 2016 بنسبة 50% عن سنة 2015 من نفس الفترة. خلال فترة الدوري كان عندنا 70% من المتبرعين في بنك الدم الجامعي يتبعوا إلى طلبة جامعة السلطان قابوس، وكان في زيادة بنسبة 50% من عدد المتبرعين المتطوعين في البنك. فمن ذلك جاءت الفكرة أننا نستمر في فكرة الدوري في الموسم الثاني هذا السنة. فكرة دوري الكليات للتبرع بالدم كان الهدف منها أن نوسع الفكرة ونوسع المجالات، ويكون معنا وسائل أكثر علشان نوصل فكرة وقضية التبرع بالدم. خالد ومحمد ورفاقهم تبرعوا بدمائهم لتسري في أجساد غيرهم. يوسف بن سعيد الرواحي، مسقط. نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان ممثلة في لجنة تنمية الموارد البشرية وسوق العمل ندوة بعنوان الشباب وفرص العمل. الندوة التي عقدت بالمبنى الرئيسي للغرفة أقيمت تحت رعاية صاحب السمو السيد الدكتور فارس بن تركي آل سعيد. تحديد أفضل الممارسات في سوق العمل وتعزيز فهم المؤسسات لمخرجات التعليم ومدخلات سوق العمل وكيفية تأهيل وتدريب الشباب قبل التخرج وتهيئة وتوفير البيئة المناسبة لهم للانخراط في سوق العمل من أهم وأبرز أهداف ندوة الشباب وفرص العمل التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة عمان. تعتبر هذه الندوة من الندوات المهمة التي تقيمها اللجنة، فاللجنة هذه الفترة مركزة أكثر على قطاع الشباب وأيضا مركزين على توصيل فكرة العمل في القطاع الخاص وكيفية آلية أنه الحصول الشباب على الفرص في القطاع الخاص. وأيضا من الأعمال التي نحن الآن نركز عليها هو كيفية تأهيل الشباب، وأيضا هي فكرة عملية أصحاب المؤسسات الصغيرة المتوسطة وتأهيلهم وأيضا فتح الفرص لهم وخلق فرص جديدة في السوق. حظيت الندوة بورقتي عمل، الأولى حول استخدام التقنيات الحديثة كمنصة توظفني للتوظيف ولتسهيل عملية البحث عن الفرص الوظيفية المطروحة في سوق العمل، وهي منصة عمانية تعنى بتوصيل الخريجين والباحثين عن عمل إلى الوظائف وفرص التدريب المتاحة. فيما كانت الورقة الثانية حول دور اللجنة الوطنية للشباب وخططها المستقبلية في هذا الجانب. وصول الوفود المتخرج من طلابنا وأولادنا إلى سوق العمل لابد أن يكون الهم الرئيسي لأي مسؤول حكومي ولأي مسؤول بالقطاع الخاص ولأي شخص في عمان. همه أنه كيف يأمن وظائف للشباب اللي متخرجين، وبالتالي هيك ندوة والتباحث بالإمكانيات والتباحث بالفرص هي مهمة جدا جدا بالنسبة للاقتصاد وللشباب. حضور فاعل في هذه الندوة من المهتمين والمعنيين وذوي الاختصاص بالشباب والموارد البشرية والقطاعات ذات الصلة في القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني. هذه الندوة واحدة من سلسلة من الندوات التي تقيمها غرفة تجارة وصناعة عمان في مختلف المجالات التي تهم أفراد المجتمع. عبد الله بن خلفان الرمضاني، مسقط.
احتفلت المديرية العامة للكشافة والمرشدات بتقليد أوسمة التأهيل القيادي الدولية لقادة الكشافة ل 92 كشافا من مختلف محافظات السلطنة. ويأتي هذا التقليد بعد دورات علمية وعملية في المجال الكشفي داخل وخارج السلطنة، متضمنة برامج التأهيل القيادي والمفاهيم التدريبية والسياسة العالمية، إضافة إلى الاتجاهات والطرق الحديثة في تدريب المرشدين والتي تمكنهم من قيادة الوحدات الكشفية بكفاءة واقتدار. إذن أخبار عمان ما زالت مستمرة، وننتقل إلى جولة مع أخبار المحافظات. إضافة مجموعة من الطرق ضمن الخطة الخمسية للرصف تصدرت الاجتماع الثاني لهذا العام من الفترة الثانية للمجلس البلدي بمحافظة جنوب الباطنة. الاجتماع تناول كذلك موضوع الأراضي الزراعية التي تم تخصيصها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في مجال الزراعة والاستزراع السمكي بولاية المصنعة. ترأس الاجتماع سعادة الشيخ هلال بن سعيد بن حمدان الحجري محافظ جنوب الباطنة. يوم مفتوح نظمته جمعية المرأة العمانية بولاية خصب، وذلك للمساهمة في دعم الأسر المنتجة بولايات محافظة مسندم. وتزامن تنظيم اليوم المفتوح مع الاحتفال بيوم الطفل الخليجي. أقيمت الفعاليات الترفيهية والتثقيفية بمشاركة مجالس الأمهات بمدارس ولاية خصب وبعض مؤسسات القطاع الخاص التي تعمل في مجال اختصاص الأطفال، وكذلك بعض من الأسر المنتجة بالولاية. احنا يعني طبعا احنا اليوم جاية هنا اشارك مع الأمهات في جمعية المرأة العمانية، على أساس انه انت مثل ما شفت الحين الأطفال والأمهات كلهم فرحانين، لان احنا تنقصنا شوية تسلية في هذه المنطقة خصوصا للأطفال، فقررت الجمعية ان تعمل هذا اليوم وبمساعدة مجلس أمهات مدرسة خولة بنت الأزور وبقية الأمهات اللي عندهم تسوقات في البيت يعني، فحبينا انه يسوون هذا التجمع اليوم واجتمعوا على هذا الحال، وان شاء الله نتمنى انه يتكرر هذه الاشياء في كل مره، يعني في كل على الاقل كل شهر مره يعني يكون عندنا مثل هذه الفعاليه هنا في محافظه مسندم. فعاليات اليوم تنوعت بين مناشط للاطفال منها التعليميه من خلال الرسم والتلوين، وكذلك الترفيهيه كالرسم على الوجوه، وايضا للاسر المنتجه التي وجدت منفذا تسويقيا لمنتجاتها من خلال الاكلات الشعبيه وبعض الحرف والمشغولات اليدويه. قمنا بزياره الفعاليات بجمعيه المراه العمانيه بخصب وشاهدنا كل ما هو جميل وممتع بالنسبة للأطفال، وقمنا باللعب بالألعاب الممتعة والجميلة، وشاهدنا بعض المأكولات التراثية وبيع الملابس والإكسسوارات واستمتعنا كثيرا. جميلة جدا بصراحة، كان في دمج بين يعني الحضارة والتراث، مشاركة جميلة للمجتمع ومن الجمعية، يعني كان في تطور جميل. هذه الفعاليات والأنشطة والتي تزامنت مع الاحتفال بيوم الطفل الخليجي جاءت لتأكيد أهمية غرس مفاهيم ومعايير المواطنة لدى الأطفال وتحبيب العمل اليدوي إليهم وتنمية مهاراتهم القرائية، وذلك في إطار العناية بالطفل وارتباطه بتقاليد المجتمع الأصيلة. شكل هذا اليوم فرصة لبث المزيد من الحيوية والنشاط والترفيه للأطفال، وكذلك الحال بالنسبة للأسر المنتجة التي وجدت فرصة لتسويق منتجاتها. من ولاية خصب محافظة مسندم، نجم بن عبد الله الشحي. بمبادرة أهلية هدفت إلى فتح نوافذ تسويقية للمنتجات المحلية، أقام أهالي بلدة فداء بولاية ضنك سوقا مفتوحا شهد مشاركة واسعة من قبل الأهالي. السوق الذي يقام لأول مرة شهد نجاحا ملفتا، حيث تم وضع آلية لإقامته مرة واحدة في كل شهر. الأسواق العمانية القديمة إرث حضاري عليها اعتمد الآباء والأجداد، وعلى أثرهم سار أبناؤهم والأحفاد، فهنا أبناء بلدة فداء بولاية ضنك يضربون أروع الأمثلة في إحياء هذا التراث.
هذه المبادرة الأهلية الرائدة سوق فدا المفتوح تستهدف بيع المنتجات التي تتوافر لدى الأهالي سواء تلك التي استخدمت أو المنتجة لديهم، وبهدف إيجاد مصادر دخل للأسر والأفراد، وكذلك تعويد الباحثين على العمل على العمل الحر. آمل إن شاء الله أن تكون هذه المبادرة ناجحة وأن تتطور في دوراتها القادمة. الخضروات والفواكه والتمور، المواشي والعسل العماني منتجات محلية عرضت بين جنبات هذا السوق لتلاقي هذا الإقبال بل الإعجاب الكبير من الأهالي. الهدف من إنشاء هذا هو إيجاد متنفس للأهالي في هذه الولاية، أصحاب الحرف، أصحاب المنتجات. احنا ما عندنا في ما تشوف هذه القرية يوجد فيها محلات تجارية، بس لا يوجد السلع كلها. السلع تقريبا نجدها في مقر الولاية، مقر الولاية بعيد عنا شوية. جمعية المرأة العمانية بالولاية كان لها حضور مميز في ركنها الخاص، فمنه فاحت رائحة المأكولات الشعبية التي تشتهر بها الولاية. كان عندي محل وجايبة يعني بعض بضاعة المحل، والحمد لله رب العالمين الإقبال يعني زين، والحمد لله نتمنى إنه يتكرر في الأشهر القادمة. وعلى ترانيم فن الونة وطعم القهوة العمانية الشهية شكلت هذه الخيمة عامل جذب آخر لرواد هذا السوق الذي يأمل الأهالي أن يستمر كما خطط له. هذا الآن الحمد لله هذا السوق اللي نحن اليوم فيه في ولاية الضنك وادي فدا شيء مفرح، كما تلاحظوا أن كثير من المواطنين وكذلك من الأخوات المواطنات يعني جابوا ما عندهم، وهذه الأسواق يعني مو جديدة على عمان، موجودة الحمد لله رب العالمين قديم الزمان، وحتى الآن كما نلاحظ الفعاليات الموجودة في كثير من الولايات، والآن هاي المبادرات اللي موجودة معانا في ضنك سواء كان الآن في فدا وسابقا كان موجود كذلك في دوت، مبادرات طيبة. أنور بن زاهر الغريبي من بلدة فدا بولاية ضنك محافظة الظاهرة. النشرة انتهت، وهذا تذكير بالعناوين. بتكليف سام، سمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد يتوجه إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة لحضور المهرجان السنوي لسباق الهجن. افتتاح 109 كيلومترات من طريق سناوم حوت الدقم أمام الحركة المرورية. اكتشافات أثرية في جبل المضمار بولاية أدم تعود إلى الألف الأول قبل الميلاد. وفي ختام النشرة هذه تحيات فريق العمل في مركز الأخبار. شكرا لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا. انتشار السحب شرق المتوسط وشمال شبه الجزيرة العربية في حالة من عدم الاستقرار. مباشرة إلى التوقعات في محافظة مسقط، بعض السحب المتدفقة نحو المناطق الساحلية ودرجات الحرارة الصغرى حول 20 درجة مئوية. في جنوب الباطنة 18 درجة على المناطق الساحلية، وتنخفض إلى حوالي 14 درجة في المناطق الجبلية، 18 درجة هنا في شمال الباطنة مع بعض السحب والحال ذاته بالنسبة لمحافظة مسندم، ودرجات الحرارة في حدود 17 درجة مئوية، 12 في محافظة البريمي مع بعض السحب المنخفضة، وحوالي 10 درجات بالنسبة لمحافظة الظاهرة. جبل شمس في محافظة الداخلية تنخفض درجة الحرارة إلى حوالي 5 درجات، وحوالي 13 درجة بالنسبة للمناطق المجاورة للجبال. شمال الشرقية بعض السحب المتفرقة ودرجات الحرارة الصغرى في حدود 15 درجة بين 17 و 18 هنا في جنوب الشرقية،
مع احتمال امتداد بعض السحب المنخفضة نحو سواحل المحافظة. والسحب أيضا تبدو حاضرة هنا في سماء محافظة الوسطى، ودرجات الحرارة بين 13 و 15 درجة، وفي محافظة ظفار 21 درجة بالنسبة للمناطق الساحلية، وحوالي 15 درجة هنا في المناطق الواقعة شمال المحافظة. سواحل السلطنة المطلة على بحر العرب تشهد رياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة، والبحر هادئ الموج ويصل أقصى ارتفاع له مترا واحدا وربع المتر، وحوالي مترين متوسط الموج بالنسبة لسواحل محافظة مسندم بسبب الرياح الجنوبية النشطة التي قد تصل إلى 15 عقدة أحيانا، وجنوبية شرقية أيضا 15 عقدة على سواحل السلطنة المطلة على بحر عمان، مع بحر بين هادينا متوسط الموج ويصل أقصى ارتفاع له مترا واحدا ونصف المتر. كان هذا كل ما لدينا من أخبار للطقس حتى الساعة، شكرا لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.